مت فارغة للمؤلف الأمريكي تود هنري. استلهم تود هنري فكرة كتابه أثناء حضوره اجتماع عمل، عندما سأل مدير أمريكي الحضور قائلا: ما هي أغنى أرض في العالم؟ فأجابه أحدهم قائلا: بلاد الخليج. وأضاف آخر: مناجم الألماس في إفريقيا. فعقب المدير قائلا: بل هي المقبرة. نعم، المقبرة هي أغنى أرض في العالم، لأن ملايين البشر رحلوا إليها، أي ماتوا، وهم يحملون الكثير من الأفكار القيمة التي لم تخرج للنور ولم يستفد منها أحد سوى المقبرة التي دفنوا فيها. بذل تود هنري قصارى جهده لتحفيز البشر بأن يفرغوا ما لديهم من أفكار وطاقات كامنة في مجتمعاتهم وتحويلها إلى شيء ملموس قبل فوات الأوان. وأجمل ما قاله: لا تذهب إلى قبرك وأنت تحمل في داخلك أفضل ما لديك، اختر دائما أن تموت فارغا. فإذا نظرنا إلى الفكرة في حد ذاتها فسنجدها من صميم الدين، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وتتعانق أفكار الكاتب مع ما قاله ابن الجوزي رحمه الله أيضا حين قال: من أحب ألا ينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم. والمتأمل لهذه الفكرة سيجدها منطقية للغاية، لأننا لا نعلم متى ينقضي الأجل، فكم من عالم استوفى أجله ولم يترك للبشرية سوى القليل الذي لا يكاد أن يذكر، وكم من معلم بخل بعلمه على تلاميذه ورحل دون ترك أثر، وكم من طبيب بخل بطبه عن مرضاه ومات منهم من مات دون أن يجدوا دواء لعلاتهم، وكم من مثقف بخل بثقافته عن محيطه الاجتماعي وترك الجهل من حوله يستشري، وكم وكم وكم. فالفكرة قديمة متجددة وليست اختراعا جديدا، ولكنها تحتاج إلى ترويد وجهد وعمل، تحتاج إلى لفت انتباه الناس إلى مضمون متفارغة، ونحتاج نحن جميعا لتغريز مفهوم المسؤولية المجتمعية في نفوسنا قبل عقولنا. فلم يأتنا العلم كي يتوقف عندنا، ولكن يجب تمريره لمن هم آتون بعدنا. فلنكن جسورا يعبر من خلاله العلم لمن يخلفنا على هذا الكوكب، وإلا فكيف وصل إلينا علم من قبلنا؟ فبدلا من أن نلعن الظلام الذي نحن ماكثون فيه، فليشعل كل منا شمعة في محيطه، وليبدأ هو بالتغيير ما استطاع إليه سبيلا. فمما يمكن أن تقدمه للبشرية: شارك في عمل تطوعي، انشر محتوى كتاب، أسس أو شارك في نادي قراءة، علم غيرك لغة جديدة، ثقف غيرك، شارك خبراتك العملية من الآخرين، ازرع شجرة، انصح شخصا، نظف من حولك، ساعد محتاجا، تصدق ولو بالقليل، اكف اليتيمة،
فلتصنع أنت قائمتك بنفسك، ولتحدث فرقا ومت فارغا.